نشرة الأخبار من النبأ والبداية بأبرز العناوين. شركة الكهرباء تحذر من انهيار الشبكة العامة بسبب عدم التزام بعض المناطق ببرنامج طرح الأحمال. إعلان حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط من مصفاة الزاوية عقب تراجع الإنتاج في حقل الشرارة. قصف مدفعي يلحق أضرارا بالمنازل في حي المدينة ومسجد درقاوية بدرنة. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. حذرت الشركة العامة للكهرباء من انهيار الشبكة العامة والدخول في إظلام تام بسبب عدم التزام بعض المحطات ببرنامج طرح الأحمال. وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك أن بعض المحطات ترفض تطبيق برنامج طرح الأحمال، ومن بينها محطة غرب طرابلس ومحطة الزاوية والحرشة. وحملت الشركة في بيانها كافة الجهات التي لا تستجيب للبرنامج مسؤولية حدوث أي انهيار حسب تعبيرها. ويشار إلى أن بعض مناطق العاصمة طرابلس تشهد لليوم التالي على التوالي احتجاجات بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة. مع تواصل تداعيات أزمة الكهرباء وانعكاسها على حياة المواطن اليومية، يتساءل كثيرون عن دور الشركة في إيجاد حلول حقيقية للأزمة. احتجاجات ودعوات للاعتصام بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تجاوزت 10 ساعات يوميا. في العاصمة طرابلس أغلق محتجون طريق السريع وأضرموا النيران بإطارات السيارات. المجلس البلدي حي الأندلس أعلن مساندته للمحتجين وحذر من احتقان الشارع. الاستياء من أداء شركة الكهرباء امتد ليشمل موظفيها، إذ طالب عدد منهم المجلس الرئاسي المقترح بإقالة مجلس إدارة الشركة الحالي، منتقدين عدم قدرته على التعامل مع الأزمات. الشركة العامة للكهرباء أرجعت أسباب الأزمة لأعمال السرقة والتخريب التي طالت الأسلاك الكهربائية ومحولات الكهرباء، إضافة للاستهلاك المفرط للطاقة. وتقوم بين الحين والآخر بحملات توعوية للحد من الاستخدام العبثي للكهرباء. وفي خضم ذلك يتساءل كثيرون حول دور الشركة في خلق خطط بديلة جادة والعمل على حل المشاكل قبل تعمقها بدلا من التنصل واختلاق المبررات. من جانبه قال مدير مكتب الإعلام بشركة الكهرباء محمد التكري في مداخلة مع النبأ أن الشركة تسعى لتكون قدراتها الإنتاجية أكثر من 6000 ميجاوات ونجحت في ذلك، لكن احتراق غرفة المفاتيح بمشروع الخمس وعطل مولد بمحطة الرويض حال دون ذلك وأدى لتعميق الأزمة. سيتم اعطالها اصلاح هذه الاعطال، ولكن تريد وقت. هو عملية صيانة تلك الوحدات ليس زر تدوس عليه يكون المشروع دخل الشركة، ولكن الشركة تقوم بمجهودات، وسوف بإذن الله غدا في المؤتمر الصحفي نتحدث عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الشركة العامة للكهرباء. ومع استمرار أزمة الكهرباء الأكثر حدة هذه الأيام، يعاني المواطنون وتتعطل مصالحهم في بعض المدن الليبية. تداعيات انقطاع الكهرباء على المواطنين في مدينتي زوارة وسرت نرصدها في التقرير التالي. تستمر أزمة انقطاع الكهرباء الأكثر حدة هذه الأيام، وتتشابه ليالي المدن الليبية المظلمة مع اختلاف طرق تعامل الناس مع طرح الأحمال كاختلاف ساعات الانقطاع من منطقة إلى منطقة. ففي سرت التي تحولت إلى ظلام دامس وانقطع الكهرباء لمدة 20 ساعة كاملة على المدينة وضواحيها للمرة الثانية على التوالي، ما تسبب في أزمة في كل أماكن العمل الخاصة والعامة. فعانت المستشفيات وتوقفت المصارف التجارية عن العمل، ولم تكن الأعمال الإدارية والمصالح الحكومية بأفضل حال منها. عميد بلدية سرت مختار المعداني خرج في زيارة تفقدية لمحطة الكهرباء الرئيسية 220
وهي التي تتحمل العبء الأكبر في تغذية جميع الأحياء السكنية بسرت وضواحيها. الناطق الرسمي باسم البلدية قال إن العميد عقد اجتماعا طارئا مع المسؤولين بالمدينة للوقوف على السبب الرئيس لطرح الأحمال. أسباب أرجعها مسؤول الكهرباء بسرت إلى العجز الذي تعانيه الشبكة العامة التي تتبع الإدارة العامة للكهرباء. أما في زوارة فيحاول المواطنون التكيف مع أزمة انقطاع الكهرباء عن طريق استخدام مولدات الطاقة، وتتجول السيارات بالشوارع مع ساعات الصباح الأولى، وكأنهم قد اعتادوا على طرح الأحمال لساعات متعددة وبدأوا في التعامل مع الأمر الواقع. واقع زوارة وسرت يقدم صورة عامة عما تعيشه بعض المدن الليبية في ظل حرمان المواطن من حقه في الكهرباء وتعطل مصالحه بسبب انقطاعها، سواء كان الأمر خارجا عن إرادة المسؤولين أم داخلا في استهلاك المواطنين، وباتت الأمور تحتاج لتدخل عاجل لتسوية الأزمة. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من ميناء مصفات الزاوية النفطية بعد تراجع الإنتاج في حقل الشرارة إلى 125 ألف برميل. المؤسسة وفي بيان لها نشرته على موقعها الرسمي أكدت أن تراجع إنتاج حقل الشرارة لا يكفي لتلبية متطلبات المصفاة ولا يسمح بتوفر أي فائض للتصدير. بحسب البيان فإن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله أكد بأنه ستعطى الأولوية للطلب المحلي على الوقود من خلال تحويل الإنتاج المتاح من حقل الشرارة إلى مصفات الزاوية. من جانبه دعا المجلس الاجتماعي لقبائل التبو بمدينة أباري رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى الاعتذار بشأن دعوته لقبائل التبو بإطلاق سراح المختطفين من حقل الشرارة وصفا تصريحاته بالباطلة. وأكد المجلس في بيان تحصلت نبا على نسخة منه الأربعاء أن عملية الاختطاف الأخيرة نفذت خارج نطاق مناطق التبو ولا علاقة للمدينة بها بأي شكل من الأشكال. ولفت البيان إلى أن المجلس سيزور مقر المؤسسة للمطالبة بمصدر هذه الأخبار، مؤكدين حقهم في تتبع مصدر المعلومة بالطرق القانونية وفق البيان. وفي ملف درنا أفاد مصدر من مدينة درنا باستهداف ميليشيات الكرامة حي المدينة القديمة بقذائف مدفعية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ببعض المنازل فضلا إلى تضرر جزء من مسجد درجاوية بذات المنطقة. فيما وصلت تعزيزات عسكرية لميليشيات الكرامة بدرنا لإطلاق عملية عسكرية لمحاولة التقدم صوب تمركزات قوة حماية المدينة بمحور وسط البلاد وفق ما أكد مصدر بالمدينة. أكد المصدر للنبأ أيضا اندلاع اشتباكات متقطعة بين قوة حماية درنا وميليشيات الكرامة بمحور وسط البلاد. بحثت مديرية أمن الخمس وعدد من الأعيان بالمدينة تشكيل مجلس اجتماعي داعم للأجهزة الأمنية بالمنطقة. تفاصيل هذا الاجتماع في سياق التقرير التالي. شراكة مجتمعية تحفظ الأمن وتحقق الاستقرار، تلك التي تنشدها مديرية أمن الخمس عن طريق السعي لتشكيل مجلس اجتماعي يمثل أعيان ووجهاء المدينة روافده الرئيسية وتنحصر مهامه في مساندة عمل السلطات داخل المدينة.
المجلس الاجتماعي ده يعني الحقيقة له دور كبير في أن يساعدنا ويساعد القطاعات الأخرى في الحد من هالأزمات والحد من هالجرائم اللي تقع، وإن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله. اجتماعات تحضيرية تلتها أخرى توج بإشهار مجلس اجتماعي يعمل جنبا لجنب مع مديرية أمن المدينة، ويكون الذراع المجتمعي الذي يحد من التجاوزات الأمنية ويتدخل لفض الخصومات ذات التأثير الاجتماعي، حيث تتكامل الأدوار وتنعكس إيجابا على حياة المواطن، أسوة بمجالس أخرى أسست في مدن مجاورة وأثبتت فعاليتها في الحد من الجريمة. المجلس سيتخذ من أحد مكاتب المديرية مقرا له، وسيساهم برأي القائمين عليه في مساندة المجهودات الأمنية، خاصة في ظل النقص الحاد في الإمكانيات الذي تعاني منه المديرية ولجوء بعض المجرمين إلى الاحتماء بالغطاء القبلي للإفلات من العقاب. احنا نبغوا نكونوا منطقة آمنة بعون الله تعالى بجهود القبائل والحكماء ورجال الأمن، وحتى رجال الأمن يبقوا الدعم من الأهالي حتى يكون الشرطي قدوة لمن والقضاء على الجريمة والسرقة والحرابة الذي توفرت هذه المنطقة. شراكات مجتمعية تنقل الأجهزة الأمنية من دورها التقليدي في منع الجريمة وحفظ النظام العام إلى أدوار أخرى أكثر حضوراً، تمثل انفتاحاً على المجتمع وتقوية لأواصر التعاون والتكافل بين مؤسساته. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. نذا الترصد امتعاض شريحة من طلاب امتحانات الشهادة الثانوية من سير عملية الامتحانات. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شكلت وزارة المالية بالحكومة المقترحة لجنة من خبراء ماليين لمتابعة ومراجعة أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة بمصرف ليبيا المركزي. وطلبت الوزارة في رسالة موجهة إلى محافظ المصرف صديق الكبير نشرت على صفحة الوزارة بفيسبوك الأربعاء، طالبت بتقديم سجلات للمراجعة والتدقيق لحساب الإيراد العام ومطابقتها بما هو مثبت بسجلات إدارة الخزانة. أصدرت وزارة التعليم بالحكومة المقترحة قرارا يسمح لجميع طلبة الشهادة الثانوية بالدخول إلى الدور الثاني بغض النظر عن عدد مواد رسوبهم. الوزارة وفي خطاب لها موجه لإدارة الامتحانات أرجع ذلك للظروف العامة التي يمر بها الطالب من صعوبات مختلفة والتي أثرت سلبا على استعداداتهم لأداء امتحاناتهم في الشهادة الثانوية بالشكل المأمول. إلى ذلك قال وزير التعليم بالحكومة المقترحة عثمان عبد الجليل إن الوزارة ستسمح للطلبة الليبيين بتركيا بالمشاركة في الامتحانات على أن يستوفوا ملفاتهم قبل 7 أغسطس. اقتراح أن نسمح لهؤلاء الطلبة بالدخول للامتحانات مقابل كتابة تعهد واضح يشير إلى أنه سيستوفي كل بياناته قبل يوم 7/8/2018 اللي هو قبل إعلان النتائج. من يستوفي هذه النتائج هذه المستندات ستعلن نتيجته، من لا يستوفي لن تعلن نتيجته وفي التعهد هو. تناقضات صارخة صاحبت الامتحانات النهائية للشهادة الثانوية لهذا العام، وأبدى بعض الطلبة استياءهم من سير العملية وتحدثوا للنبأ عن معاناتهم خلال هذه الفترة. هذا ما كان يخشاه منتقدو الخطة التحسينية فور أعلانها من قبل وزارة التعليم.
إجراءات غير معتادة نفذتها الوزارة ضمن خطتها لتحسين إجراء الامتحانات أربكت المشهد مع أولى مراحلها وأثرت بالسلب على أوضاع الطلبة النفسية. احنا متواجدين هنا للامتحانات الشهادة الثانوية لتدلي الصعاب اللي تواجهها الطالب خلال فترة الامتحانات، وخاصة ان لأول مرة تحدث ان تغير سير الامتحانات من الامتحانات في المدارس الثانوية كالمعتاد إلى الجامعة. هناك بعض الصعوبات يراها بعض الطلبة ونحاول نعالجها من ناحية الأسئلة. طبعا هناك بعض المدارس لم يستكمل المناهج. نقص الكادر التعليمي في بعض المدارس واكتمال المناهج الدراسية تكشف مع أول اختبار، الأمر الذي دعا وزارة التعليم إلى التدخل والإعلان عن متابعة القصور إداريا. نعلم أن الكثير من الطلبة في العديد من المدارس لم يستوفوا المناهج أو لم يستكملوا المناهج المخصصة، وهناك بعض المدارس لا يوجد بها معلمين كما وصلنا من تقارير الآن. احتقان الطلبة بات واضحا في عديد المراكز الامتحانية لا سيما الواقعة داخل مدينة طرابلس، حيث عبر عدد من الطلبة عن استيائهم من إجراءات غير معهودة وما أسموه بالتضييق الإشرافي. نجاء الامتحانات الحق مضايقين نهلبة ومصعبين الأمور، لأن احنا أصلا مش متعودين أن نقرأ فيه. نظام القراية اختلف، كنا من صف أول ابتدائي لا شو بنقول لك، لا عم نفاق، قصدي مش ما بيش نقول لك مهزلة، لكن مرخية التعليم، يعني ما فيش انضباط ممكن. فأنت لما تجي تغير علي في يوم وليلة، فإذا شو تبي توصل أنت؟ أنت لما تجي بتحط قرار في الجامعة، يعني لازم تكون في عوامل متوفرة. إحنا بالنسبة للطلبة بالكامل اللي جبتنا للجامعة أنا أكبر غلطة. تمام، هو قصدي اللي بيوصل بيطلعنا دكاتره بيطلعنا هنا بيقول باذن الله المقاعد خليه من نفس المصور المتنعيم، وجينا الطلبه كلها جايين في دور ثاني. وسط انتقادات للمشهد التعليمي وعدم رضا الطلاب عن مستوى اجراء الامتحانات، ما زالت وزاره التعليم تؤكد مضيها في اصلاح ما طرأ على الخطه من ثغرات، فهل سيحقق لها ذلك ام ستبقى رهينه للظروف التي تحكم الواقعه التعليميه؟ نظم قسم الصيانة بمكتب المواصلات في بلدية ترهون حملة صيانة وطلة لعدد من أرصفة المشاة بشوارع البلدية ومواقف السيارات والحدائق العامة. الحملة وحسب القائمين عليها تهدف إلى تحسين المظهر العام للبلدية والحفاظ على المرافق العامة، ويشار إلى أن بلدية ترهون أبرمت الفترة الماضية عددا من العقود مع شركات لتنفيذ مشاريع تسهم في تطوير البنية التحتية للبلدية. مكتب صيانة مكتب مواصلات ترهونة قسم الصيانة قائم بالعمل في ثلاث دورات داخل المدينة، والآن تشبه فيهم الحمد لله ماشيين بخطو تدريجيا بمسافة حوالي تقريبا 15 كيلومتر. تمينا من بداية قبل شهر رمضان المبارك، والآن تشبع فينا في جزيرة اليمن مصرف. نهاية النشرة، وهذا تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. شركة الكهرباء تحذر من انهيار الشبكة العامة بسبب عدم التزام بعض المناطق ببرنامج طرح الأحمال. إعلان حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط من مصفات الزاوية عقب تراجع الإنتاج في حقل الشرارة. قصف مدفعي يلحق أضرارا بالمنازل في حي المدينة ومسجد درقاوية بدرنة. كما تابعتم أيضا النبأ ترصد امتعاض شريحة من طلاب امتحانات الشهادة الثانوية من سير عمليات الامتحانات.
مشاهدينا يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت nba.tv وأيضا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم، إلى اللقاء.